احتفل به الإيزيديين جميعا في هذا اليوم بعيد الأربعاء الأحمر، وهو عيد رأس السنة الإيزيدية. طبعا قبل العيد باليوم يتم التحضير للعيد بإعداد البيض، بتلوين البيض بلون الطبيعة، وأيضا بقطف الأزهار والورود مساء يوم الأربعاء وتعليقها على أبواب الإيزيديين، ليميزوا بيوت الإيزيديين عن غيرهم بأنهم يحتفلون بهذا العيد. ففي شهر نيسان له قدسية خاصة، حيث يتم التزاوج بين جميع الكائنات الحية. فنحن الإيزيديين نحرم الزواج في شهر نيسان، لأننا نعتبر أن شهر نيسان هو عروس السنة، فيتم في احتراما للطبيعة فنمنع الزواج بين فممنوع هو الزواج بين الإيزيديين. البيض هو رمز لكروية الأرض، وأيضا ألوان البيض فهو بألوان الطبيعة، حيث يتفتح في هذا اليوم جميع الألوان وخاصة زهرة شقائق النعمان. طقوس عم نروح على القبور مشان الميتين، وعم نسوي بيض طقوس وسكر وهاي، وما بنعمل العمل ما في بهذا الأربعاء، ما في عمل، أي عمل حتى واحد ما يحلق ذقنه مو مقبول عندنا، حتى اللي عنده غنم ما يحلبوه، يخلي الخرفان ياكلوا بهذا العيد.